متابعين في السيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي كتروج بعض الفيديوهات وبعض الصور للحساب الرسمي لإحدى الشركات المشهورة في صناعة البسكوي العالمية، وهذا البسكوي هذا كيتم توزيع ديالو على الوطن العربي كامل، وكيتم استهلاك ديالو في الوطن العربي كامل ومن ضمنها المغرب. فهذا الشيء اللي صار ضجة كبيرة من بعد ما صرحت الشركة انها هذا المنتج فيه كيدخل في الصناعه ديالو او التصنيع ديالو منتوجات اللي ما كتناسبش المسلمين او لا اللي ما كتحملش الشعار حلال. فالناس بداو كيسولوا كي شنو هما الجهات اللي معنيه بانها تراقب هذه المنتجات اللي كتكون منتجات مستورده من الخارج. فباش نناقشوا هذا الموضوع معنا اليوم السي علي شتور بصفته رئيس الجمعية المغربية للدفاع على حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك. أهلا بك سي شتور. شكرا على الاستضافة أستاذة. سي شتور، بطبيعة الحال أنت عندك خلفية معرفية على هذا الموضوع هذا، لأنه خلق ضجة مؤخرا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب أو لا في العالم العربي كامل. فكرد احنا ما غندخلش في واش حلال أو لا حرام، حيث أن هذا ماشي التخصص ديالنا، وإنما غندويو بصفة عامة شكون هما الجهات اللي معنية أنها تراقب هاد المنتجات اللي كتكون مستوردة من الخارج. احنا بالنسبة لنا كهو معروف أي منتوج اللي كيدخل او لا في التصدير ولا في الاستيراد ديالو كاين المكتب الوطني للسلامه الصحيه، ولكن المكتب الوطني للسلامه الصحيه المواد الغذائيه ما عندهاش دخل، لا هو حلال ولا حرام، ما كتدخلش في هادشي، ولكن هي كتقول لنا بان هذيك الماده ولا هذيك المواد الغذائيه راها سليمه صحيه للمواطن او للمستهلك المغربي. هذه من جهه. فيما يخص حلال او حرام، مادام انه هذا المنتوج داخل عندنا مستورد من هذا، احنا في المغرب عندنا ناس اللي هما اجنبيين مسلمين وغير مسلمين، هذا ولا نقولوا، ولكن احنا مادام انه هذا المشكل اثار واحد الضجه على التواصل الاجتماعي وعند جميع الناس المغاربه، احنا اشنو كنطالبوا؟ كنطالبوا باش ان وزاره الاوقاف تدخل على الخط وهذا وتاخذ واحد المعطيات من وزارة ديال الفلاحه ولا من هذا لونسا، غتعطيها غتقول لها راه هما المكونات، بحال نقولوا بحال على حسب المثال، انا كاين واحد ماده بحال الماده ديال الجيلاتين فيه 2%، هذا فيه واحد الحاجه اخرى اللي هي حرام فيها 3%، هذا هو اللي بنقول لك مكونات، وغادي يكون هنا غادي يدخل على الخط. حنا عندنا الحمد لله علماء عندنا اسمه اللي غادي يقدر يخرج بواحد اسمه. نعم، شرتي لواحد النقطه اللي هي قلتي بان نحن كبلد كالمغرب فيه بلد فيه في المسلمين وغير المسلمين. نعم. غير هو هنايا المشكل مطروح ان المنتجات اللي كيكونوا ما موجهينش للمسلمين او المواطنين المسلمين كتكون كيحملوا واحد الشعار باش كنميزوا، كيكون واحد الشعار ديال الحلال، هاد علامه حلال لانها ما متوفراش في هذا المنتج اللي خلق ضجه، فهذا هو اللي خلق مشكل. فحنا بغينا نوضحوا هذه القضيه ونعرفوا الرد ديالك. لا دابا بغينا نتكلموا على العلامه، مادام انه داخل من السكوير بغيت العلامه، كاين واحد دفتر تحملات، كيف واحد دفتر تحملات اللي كيتكلف به هذا المعهد المغربي للتقييس، وهو كيتسمى ايمانور، وهي انستيتي ماروكان دو نورماليزاسيون، معروف ان هذا خصك كتعطيه واحد المعلومات كثيره على هذا وبواحد دفتر تحملات باش يمكن دار واحد العلامه، اي شركه ولا كدير ديك العلامه كدوز بهاد اسمه اللي هو راه قانون، حتى هو كيخدموا تحت القانون اللي هو قانون 1206. الضجه هذه اللي اثيرت حول هذا النوع ديال البسكوي هي اللي خلاتنا اننا نطرقوا لهذا الموضوع بعجاله، ولكن موضوعنا الاساسي اللي هو كيمشي على الضوء ديال هذا الموضوع هذا هو ان هذا منتج اللي معروف الاصل ديالو، معروف المكونات ديالو، ومعروف الجهه اللي كتوزعه واللي كتصنعه ايضا. في الحديث ديالنا اليوم غنخصصوا اكثر المنتجات اللي مجهوله المصدر واللي كيتم التداول ديالها والبيع ديالها والاستهلاك ديالها من قبل الناس، ويروج مؤخرا فيديوهات ومقاطع مصوره وصور اللي كتقول بان كاين مجموعه تم تسجيل مجموعه من الحالات ديال التسمم اللي نتيجه الاستهلاك ديال واحد المنتوجات اللي
غالبا كيكون المصدر ديالها مجهول. فهاد المنتوجات اللي ولات رائجه في السوق المغربيه مؤخرا، شكون اللي الجهه اللي معنيه بالمراقبه ديالها وبان هي اللي تكلف، والمواطن واش حتى هو عنده كيتحمل واحد الجزء من المسؤوليه؟ شنو كدور في هاد الشيء؟ قبل ما نجاوبك على هاد السؤال نكملوا السؤال اللي عطيتي قبيله، بان هذاك البسكوي اللي قلتي كاين واحد اللي هو كيجينا على المستورد، وكاين واحد اللي هو محلي معروف، ها هو قضيه ديال الغير الكربه ديال المسائل ديالو كيكون مختلف. حنا كعندنا دونك شنو هنا عندنا لوشو، عندنا الاختيار، اما ناخذ هذا وناخذ هذا، ما دام ان كان عندنا شك في هذه المسائل نقدروا ناخذوا اللي هو محلي. وملي كناخذوا واحد محلي كنكونوا كنشجعوا الاقتصاد اللي هو الاقتصاد الوطني، وعندنا شركات اللي هما كيخدموا لنا واحد العدد كبير ديال المشغلين اللي هما مغاربه. المهم الاقتصاد ديال المغرب كيكون الحمد لله كنعاونوه عن طريق الشراء ديال هذه المنتوجات المحليه. نعم، هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبه المنتوج اللي هو المصدر ديالو غير معروف، وما اكثره واحد العدد كبير كتلقى، انا على سبيل المثال بلا ما ندخل كيقول بحال بين قوسين هذاك كنقولوا كنمشيو كناخذوا املو، كنلقاو واحد القرعه اللي ما فيهاش كاع، ما معروفاش، ما معروفش المصدر ديال، باش عرفنا بان شنو المكونات، باش هذوك هذاك الشيء اللي كناكلو شنو المكونات، باش مخلط داك المسائل، كيقول لك لا ديال اللوز ديال القرقاع ديال، باش عرفت انا شكون اللي عطاك بان. حنا هنا كنرجعوا للقانون 3108 المتعلق بتحديد التدابير لحمايه المستهلك، اللي هو كيعطينا واحد القانون باش المستهلك المغربي يعرفه، هو الاعلام. الاعلام بمعنى ان اي منتوج كيكون واحد اللاصق عليه، وكيف شنو هما المعلومات كافيه للانسان كيقرا، وملي كيقرا هذا كيمشي كيكون شي حاجه اللي ما يمكن زايده في شحال السكر زايده في هذا، كيمشي عنده حساسيه من شي حاجه مادة. كيمشي يمكن ينتقل لواحد الماده اخرى اللي هو غادي يقراها وغادي يلقاها صالحه ليه، ومن هنا كيكون الاختيار تاع القانون 3108 كيقول لك الاعلام، من بعد الاعلام كاين الاختيار، وللمستهلك المغربي الاختيار في حريه الاختيار شي يناسبو داك المنتج او لا. نعم، دونك انت استي شتور كتقول بان حتى المواطن المغربي او المستهلك المغربي حتى هو كيتحمل جزء كبير من المسؤوليه. هذه استاذه داخله فاش داخله في الثقافه الاستهلاكيه. حنا الدور ديالنا، وهذا هو الدور ديالنا، والدور ديالنا حنا عندكم هنا باش نديروا واحد العمليه تحسيسيه ونديروا التوجيه، وكذلك كنحاولوا ما امكن نوصلوا لهذاك المستهلك المغربي ما لا هو ما عليه، عرف شنو هو اللي كاين. الا كانت عندنا واحد الثقافه استهلاكيه غادي يكون واحد المجتمع اللي هو راقي، غادي يكون الاب كيلقى الابن ديالو اشياء اللي ما كيعرفهاش، كيقول له الا كنتي بغيتي تاخذ واحد الحاجه شوف واش التاريخ ديال الصلاحيه ديالو انتهت، شوف واش شنو هما المكونات ديالو، شوف اشياء بزاف. الانسان كيولي عندنا، علاش دابا حاليا الحمد لله كتمشي لي غروند سيرفاس كتلقى كل شيء، خصك تقرا هاد الثمن ديالو هاد المكونات ديالو هذا، ولك الاختيار في المنتوج اللي انت بغيتي. ولا ديك المراكز الكبرى كنتي شرحتي لي قبل ما ندخل للهواء، قلتي بان كاين واحد المشكل كبير اللي الناس ما باقي ما وعدتش به، هو ان اي منتج كنشريوه لازم اننا ناخذ عليه وصل باش نحميو ريوسنا، ويكون عندنا واحد الحجه الا تصبنا بتسمم كيف ما كيروج دابا مؤخرا مجموعه بتسجيل مجموعه من الحالات ديال التسمم، وحنا ما عارفينش واش فعلا كاين حاله تسمم او لا ما كاينينش، فباش الدليل يكون عندنا هو هذاك الوصل. ولكن هذا الوصل ماشي من الصعب اننا نطالبوا به، مثلا حنا كناخذوا من المحلات ديال البقاله وهذا، يعني ما غتمشيش عند حانوت كيف ما كنمشيو عنده حنايا ويعطيك وصل، نادرا فين كنلقاوه الا لي غون سيرفاس او المراكز اللي كتكون شويه صغيره، مراكز تجاريه اللي هي تكون صغيره. فكيفاش نقدروا اننا نبدلوا هذه الثقافه واننا نعموا ان من حقك كمواطن وكمستهلك انك تطالب بهذاك الوصل وانك تاخذه؟ شوف كنقولوا بان المستهلك له الحق باش يطالب، اي خديتي اي حاجه في اي مكان كتاخذ، بحال دابا خديتي من نقولوا حيت لان كتجينا حنا
باش على سبيل المثال كتجينا عده شكايات في هذا الموضوع، ولكن اول حاجه كنقول لك كنطالبهم بها هو واش عندك وصل يثبت انك خديتي من هذه البلاصه، ولا كيقول لك لا ما عنديش، وباش حنا غادي نعرفوا ولا هذا المطعم كنتي فيه وقع لك تسمم، واش عندك شي حجه؟ لا ما كاينش. هنا حنا بغينا نوصلوا هنا نفس كنقولوا بان العمليه كعمليه تحسيسيه، المستهلك المغربي راه له الحق، انا نقول لك له الحق باش يطالب واحد الوصل بان مادام انه ادى واحد مبلغ يعطيه الاخر الوصل ديالو باش كيبقى عنده. علاش وغادي يدلي بيه عند الحاجه؟ راه يمكن قاطع يتكلم مع بحال بالنسبه ديال محاربه التسمم، كاين واحد رقم اخضر اللي هو معروف، اي واحد كنقولوا من هنا اي انسان عنده واحد التسمم كيمكن اما يجي يتصل بحماية المستهلك ولا يتصل ديريكت بهذاك اللي هو 080 1180، معروفة 080 1180. هذا الرقم هذا هو رقم أخضر، كيمكن أي إنسان وقع عليه واحد التسمم في المكان اللي هو فيه كتجي واحد اللجنة فيها المكان فيها أطباء، فيها واحد اللجنة اللي غادي ترقب هذا وكتاخذ واحد العينة وكتمشي تقلبها. يعني احنا في الأخير شنو رسالتك للمواطنين السي الشور؟ المواطن المغربي دائما هو الصحة ديالو هي فوق أي اعتبار. راه الإنسان واش الإنسان حيت كاين أشياء اللي كتاخذها كتشريها كتاخذها أنت كديها باش كتاكلها وداك الشيء، دونك أنت خاص تحتفظ على الصحة ديالك أكثر من واحد آخر، لأن الإنسان اللي كان كيفكر في الصحة ديالو راه ما يمكنش. بحال دابا أنا نعطيك أستاذة واحد القضية، كاين واحد العدد كبير كيمشي يشري دي ساندويتش من أماكن مكروسة، من أماكن معروف، كيحس بأن بواحد الثمن بخس وكياخذ داك كياخذو تياكلو. واش أن حنا نمشيو نقلبو بأن راهو خصو يكون يحتفظ على نفسه قبل ما من أي أحد آخر اللي غادي يعطيه المعلومات؟ راهو كيعرف، حيت الانسان خصو يكون عنده تكون هذيك الثقافه الاستهلاكيه. انا كنعرف هذيك المسائل، ما كايناش لا نظافه، ما كاين هذا، يمكن فيه يكون تسمم، ما عرفناش هذاك السيد هذا مجهول المصدر داك الشيء اللي كيعطيه، لا من ناحيه لاصوص، لا من ناحيه هذاك يمكن هذاك الكفته، لا من كاين هذا الانسان هو كيدفع راسو للتهلكه. شكرا بزاف سي شتور، اهلا وسهلا. ومشاهدينا وصلنا بهذا النهاية الحلقة ديالنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد مع موضوع جديد وضيف جديد. بسلام عليكم.